السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله تكونوا كاع خايا في صحه جيده. مرحبا بكم في قناتي، قناه بيت حنونه اللي هو دائما بيتكم. اليوم ان شاء الله راح ندير معكم وصفه طاجين زيتون الجزائري، يعني على الطريقه الجزائريه وعلى طريقه الغرب الجزائري، يعني كل واحد وكيفاش يديرها، لانه كاين طاجين زيتون المغربي وكاين طاجين زيتون في الجزائر تاع الناس الشرق كيفاش يديروا له وناس الغرب. راح نبارطاجي معكم اليوم الوصفه تاع الناس الغرب كيفاش يديروا طاجين الزيتون، مثل طاجين تاع العراس اللي نقولوا له حنايا المحمر بالزيتون. اذا لهذه الوصفه لازم نطرف اللحم تاع الغلمي، راح نديروه بالغلمي، تنجمو ديروه بالدجاج ايضا. راح نديرو البصل وحده، اذا اثنين بصل نقسمها على زوج، طوماطيس وحده وراح نقسمها على زوج، وراح ندير قليل من زيت الزيتون، تقدروا تعوضوه بالسمن او الزيت العادي يعني زيت الطابله. راح نملح، نديرو الملح، نديرو الفلفل الاسود، نديرو القرفه، ونديرو سكنجبير اللي هو زنجبير اللي هو يعني المكون الاساسي لهذه الوصفه، وايضا الزعفران، يعني هادو هما توابل الطاجين نتاعنا نتاع الزيتون. وهنايا نمرق شويه، ما نديروش بزاف الماء كما راكم تشوفوا، راح نحطها في الكوكوطا وراح نغلق عليه، ما بين يغلي راح نقصله على نار هاديه ونخليه. اذا هنايا نجيب الزيتون هذاك اللي ما فيش العلفه، وراح ندير له شويه نتاع الماء، اما ديروا له قليل من الخل او مغرف وحده نتاع سكر، ونخلوه يغلي غليه ولا زوج، ومن بعد راح نقلعوه. علاش نغلوه هكا؟ باش يعني نقلعوا له هذيك المروريه نتاع الزيتون، ما يجيناش مر الزيتون. اذا نخليه هذا الطبق البنات شائع بزاف عندنا حنايا، معروفين به. اذا هنايا راح نديرو قليل منه، راح نضيف له هذه يعني زياده، بغيتي ديروها ديروها، بغيتو ما ديروهاش ما ديروهاش، كاضافه فقط. انا راح ندير لها لحم المفروم، راح نتبله فقط بقليل من الفلفل الاسود، زنجبير، وشويه نتاع زيت، وشويه نتاع الملح، وراح نديرها. تقدروا تزيدوا لها شويه قليل فقط من الكمون، او قليل ايضا من يعني القصب المعدنوس عفوا، ونزيدوه. انا حبيت نديرها هنا تشوف كيما راكم تشوفوا، هذه هي. ومن بعد راح نديرها ديبوله صغار ونخليهم اكوتي. وهنايا راح نجيب الشامبينيون، هنايا شامبينيون فخي، تقدروا ديروا تاع لي بواط، انا جبت شامبينيون دو باري، تقدروا ديروا تاع يعني تاع العلب تاني يجي مليح، كما يكونش متوفر اكيد لازم نديرو تاع العلب. اذا هنايا راح نحطو نتاع العلب. كاينه اضافه ايضا هنايا، عاده نزيدو له قليل من لي كاروت يعني الجزر، انا هنايا ما درتش، ثم زيدوا لها الجزر يجي شباب تاني مليح. اذا هذا هو الطاجين تاعنا، داك نخلو الطاجين لما بين يطيب لنا كلش، راح نرميو هذه المكونات. اذا هنايا من بعد لي طابلي راح نحاول اني نحي الطوماطيس وهذيك البصله، ومن بعد ريكيبيري هذاك الجو، تقدروا هنايا يعني نكرازيو شويه قليل فقط الا ما جاتكش المرقه عاقده. كيما راكو تشوفوا انا هنايا راني نسي اني ريكيبيري لاصوص اللي كانت في الطوماطيس وفي البصل. هنايا ايضا تقدروا يعني من وهله الاولى تقطعوا كلش طوماطيس والبصل ايضا، ولكن انا يعني تعودت ندير انا هالطريقه. وهنايا نرميو كلش يعني الزيتون اللي كنا غليناه، هنايا نحطوا ايضا لي شامبينيون دو باري، هنايا يسون فري اللي ما عندكمش ديروا المعلبه. ومن بعد هنايا نديروا لي بولات دو فياند يعني كرات اللحم. الى جانب ذلك هنايا حنايا يعني نقليو البطاطا ونحطوها من فوق، ونروحوا الى طبق التقديم ويجي ما شاء الله. اذا نخلوها تكتك. اذا هذا هو طبق التقديم، كما قلت لكم نقليو شويه بطاطا ونحطوها من فوق يعني تجي شابه، يعني هذا هو المحمر تاعنا بالزيتون والشامبينيون. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها. اللحم من بعد اللي يطيب لكم ندخلو شويه يعني يتحمر شويه في الفوق باش يعطينا واحد اللون الذهبي ويجي لوكو تاعه شويه، طلعوا شويه بقليل من الزبده وشويه تاع الملح يعني باش ما يجيناش صامت، وتقدموه مع لي بولات دو فيوند كيما راكم تشوفوا، مع الشامبينيون، مع خبز الدار. بيان سور عندي وصفات كثيره يعني في القناه نتاعي تاع خبز الدار، ما عليكم غير تجربوهم وتحطوها مع هاد الطبق يعني الرئيسي اللي احنا مشهورين به. هذا هو طبق اليوم، والى الملتقى ان شاء الله.